السلام عليكم متابعي قناة حدث 24، مرحبا بكم مدينة الجديدة ومقلب منزل أخت حبيبة اللي كيف ما كتشوفوا حبيبة مريضة بسبب السحر. وقع عليها شلل نصفي منذ 15 سنة، يعني 15 سنة وأخت حبيبة ناعسة على ظهرها. 15 سنة أخت حبيبة كتعاني في الصمت. أخت حبيبة الرقم ديالها كاين في العنوان، بغات المحسنين يتعاونوا معها، بغات خوتها المغاربة يوقفوا معاها. أخت حبيبة يعني أنا نعطيها الميكرو وهي تقربكم أكثر وأكثر من الحالة ديالها. السلام عليكم أختي حبيبة، أنا جاي عندك، نخلي الميكرو هنايا. كي دايرة حبيبة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكر أخويا على المبادرة، قناة حدث 24، الله يجازيكم بخير. ملي جيتو درتو هاد المبادرة والله هو اللي يجازيكم. أختي حبيبة، شنو المشكل اللي كان وقع لك في الأول؟ كيفاش المشكل اللي وقع لي أخويا، ما كتحنى ما ضنك، كنت ناعسة كتقدم في واحد الروض، الحمد لله وشكراه. تنط نط في دقتي ما عرفتي مني شاتني، ملي بغيت نوض ما قدرتش نتحرك، ما نقدرش ندور لا عنقي لا حتى حاجه، وما قدرتش نخطوي وعنقي كي يتسير عليا بزاف. في هذيك اللحظه كنقول لا راه يمكن ربما تكون من الطريقه ديال النعاس، تكون تعنجت صافي. قلت يمكن يومين لا تلتي ما يفوتني الحال، ليش طلعتي ما فاتنيش الحال. مشيت عند الطبيب وخرج لي واحد التريتمون والساعه والو، يعني كتب لي بان ملي شاف المدى ليا والو كتب لي باش نمشي ندير الراديو. فهاديك الوقيته بنفس هذاك النهار حسيت من مورا المغرب، ما بين العصر والمغرب كانوا كيجوني واحد الاعراض خايبه، كانت كتشدني بحال القلعه، مكانش كيجيني النعاس، كانت كتشدني الطجة وكنبكي والناس مكانش كنشوفو، حتى الماكلة مكانش كناكلها ومكانش كيضرني الشوا. كنت يعني كتنوصل واحد السطيا، يعني كتنحماق بحال هكا خوتي. أختي حبيبة، كيف باش عرفتي انت يعني بسبب السحر هادشي؟ بسبب السحر اصلا انا في هذيك الوقيتة إنسان، ما حيت هادشي جاني على غفلة، كدور بيه بنادم ما كيبقاش عارف راسو شنو عنده. أنا هي ما كنتش عارفة بأن السحر عندي، كان يصحبني عاد تعنج عليا عنقي ولا الأعصاب، خصوصا ملي كيدوي معايا شي واحد كيقول لي إوا صافي راه يمكن الأعصاب راه كيدير هكا. وباش نعرف راسي عندي السحر، ورغم في هذاك النهار كانوا كيكونوا الأعراض، يعني بديت كل ما بين العصر المغرب كتشدني هذوك الأعراض اللي قلت لك، يعني النعاس والقلعة كنبقى نبكي وكل شيء. ومع ذلك ما طاحش في بالي أن يكون السعر، صافي دماغي عمر لي بشي ديال الأعصاب هي هاديك. وترى واحد الفيلم أن واحد السيدة غلطت في النمرة، غلطت في النمرة يدوي معايا من الواتساب، سمعت صوتي وهي تقول لي ما كان عارفهاش، قالت لي انتي مريضة، قالت لي واش وقع، بدات كتعاود لي داكشي بالتفاصيل، قالت لي انا راه مشدوبة. قلت لها مشا لفين، قالت لي بنتي هادشي اللي كتمر منه، قالت لي راه السحر عندك. اذا باش عرفت عندي السحر، باش عرفت بان كنت خدامة في الروض، يعني عطاتني شي تفاصيل ومع ذلك ما دخلتش هادشي راسي. مرة أخرى كنا باكلين وين جي عندنا واحد السيدة دخلت عندي، ملي شافتني بدات كتبكي طاحت، ملي طاحت هداك الشي اللي فيها هو بدا ينطق، قالت لي راه عندك السحر. واش نفس الهضرة اللي قالت لي السيدة هي ديك، وانا نبدا نستوعب وبديت كنرجع دماغي الى الوراء، وانا بديت كنفكر الاعراض اللي جاوني وهي هذيك، وعرفت بان هذيك الاعراض هي السحر.
صافي عطلت انني مسحوره، وجبت الراقي. ملي جبت الراقي بدا كيقرا عليا وقال لي راه عندك المس، قال لي عندك السحر. يعني هذا السحر هو السبب ديالك في اه الحالة هو هذه. السبب، مشيتي عن طريق الطب؟ سببي. وقالوا لي بانك ما كانش عليك تصفي هادشي ديال الطب، وانتي كتعصي عندك هادشي ديال السحر، يعني باش بحال تقول هذاك الشيء زاد كمل عليا. وباش عرفت ثاني اتذكرت في الوقيته فاش بغيت ندير الراديو، والراديو ما بغيش يخرج ليهم، عرفتي جاوني بزاف ديال العقوسات، درجة الشهر على قلت وانا كنمشي وكنمشي للسبيطار والنوام السرقاوين كيقولوا لي لا راه عامر. ثاني حاجة سميتو الرائب باش دخلوا باش يديروا الريم شحال وانا مخشية باش تبان لهم النتيجة، وما بغاش بحال كيبغاو هذاك الشيء ديال الجيم، بحال كيبغي يغبر هذاك الشيء. ثاني حاجة قال لي الطبيب خاصني ندير لك البراق باش تبان لينا النتيجة. تصور مني دك ليا البراق اللي ديا تقطفات وصفقات الطبيب، الطبيب ما فهم والو ولا عاد بقى كيشوف. التليفون فوق الاتصال هو اللي فيه هضرة. نسيت أحد المحسنين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس اختي؟ لاباس الحمد لله. ديرة لاباس شكون معايا؟ هاد البنية بنتك؟ لا انا السلام عليكم، انت على المباشر على قناة الحدث 24. انت على المباشر. شفتي الفيديو؟ كنتي كتفرجي فيه؟ كنتي كتفرجي في الفيديو؟ اييه هي كدوي معاك، انت على المباشر حاليا. ماشي مشكل، ماشي مشكل، تكملي معاك، كملي مع السيدة. نعم نعم ما سمعتكش. لا انا المراسلة، انا كنصور معاها. هاي حداك كتسمع فيك. اه خادمينها هي وبنتها، مرا وبنتها. وباش عرفتيني شريفة؟ مشدوبة مكذوبة. سبحان الله. كملي. عندك كيفاش تعاوني هاد السيدة باش تصح؟ انتي الشريفة فاجأتيني اول حاجة. كملي. كنسكن في جديدة. بلاتي الشريفة بلاتي، انتي دابا قلتي مشدوبة، دابا شنو عرفتي عليا؟ كيفاش انت كتشوفي يعني السحر ياك؟ كملي. ايه لا ما مزوجاش الشريفة. الله يقعد فيهم الحق، الله يقعد فيهم الحق. ان شاء الله يا ربي، الله ياخذ فيهم الحق، الله يرحم والديك.
كتحيدي السحر على الشريفة. الشريفة واش كتحيدي السحر؟ والقدر تعالج. راحي تما داروا لي ما بقيتش كنوض كاع. راه 15 عام، 15 عام. ولا انا اللي كندوي معاك الشريفة. انا و 0967 41 85 49. انتي الا كنتي دايره واتساب تدخلي عندي الواتساب ان شاء الله. حبيبة و أمين. يا ريت يا ربي. والله العظيم الله يقعد فيهم الحق. فهمك الشيخ، ملك الشيخ. المهم انت تبغي تجي ان شاء الله ونتواصلوا انا وياك. المهم انتي تبغي تجي ونتواصلوا. طبعا المرايه عندك وتدخل عندي. انتي شوفي، انتي طبعا مالتي هي عندك، تدخلي انتي عندي الواتساب وقولي لي انا مشدوبة باش نعرفك. صافي. نعم. قولها تتعاودي تتصلي بيا منين بالمسالي اللايف. انتي تتعاودي تتصلي بيا في منسالي اللايف. صافي يا شريفة، الله يرحم ليك الوالد. صافي. دارت الرقية يا شريفة، مو مع تسالي. صافي. واخ يعني كاينين الناس المغاربه اللي كيتضامنوا، كاينين خوتها المغاربه. يعني السيده اتصلت بها وقالت لها انا غادي نعاونك، ياك؟ واخا كاينين. فين وصلنا؟ كيف يعني في الاتصال ديال السيده؟ شنو قال؟ يعني اتصال طلع مباشرة نيت. طلع مباشرة. هانتوما خوتي كما كتشوفوا، باش ما تقولوش بأنني كنكذب، كنحكي ليكم. ما تتصل تفاجأت بهاد السيدة وقالت لينا بأنها مشدوبة تاهي، وقالت بأنني فعلا مسحورة. هاد السيدة راه ما كنعرفها ما والو، تتفاجأت دابا بهاد الاتصال. ودابا هي السيدة هادي تأكدت عليا بأنني مسحورة ودافنينو ليا. والله ياخد فيهم الحق، كي ضيعوني الله ياخد فيهم الحق. هاي دابا تتصرف السيدة جات فاجأتني لدرجة تلبكا ما كنقدرش نبكي، راه كتقطع عليا النفس. لا خليك بلا ما تبكي بلا والو، خوتك المغاربة كاينين والناس هما كيعيطوا. على الله على الله يكون فارغ، على الله يكون فرج على يد خوتها المغاربة. جاوبي. الو. عليكم السلام. عليكم السلام. لاباس الحمد لله خويا. الشاي عندي مسدودة اخويا، الماكلة ما عندي الشاي، وكنحس براسي دائما شبعانة. نعم. نعس النعاس؟ لا.
ها ليترو ديال الحليب وليترو ديال الماء، غتخلطيهم في جوج ليترو. ها إذا كنتي هكا موكل إلا كان في حد ديال الدوكان، غتعودي راسك براسك في دارك. واه ان شاء الله يا ربي. امين اخويا، شكرا، بارك الله فيك، الله يجزيك بخير، شكرا. كنشكر اخوتنا المغاربه اللي تعاونوا مع هذه السيده وكيحاولوا يعطيوها نصائح وكيحاولوا يعطيوها، حتى يعني كاين ناس الخير، ناس يعني ناس المغاربه الجود. هاد السيدة نخليو لها الميكرو هي تهضر تكمل لينا. انتما خوتي كما كتشوفوا احنا على مباشر ومكالمات، انتما اللي تصل بك راقي الراقي، راقي كان هاد السيدة كيتفرج. الراقي والسيدة الاولى مشطوبة، يعني انا اصلا كنت مصدومة بان يسحب نعش شي حاجة ديال الطب. وتا الاخر اخوتي عاد كنعرف راسي بان راه وقع مشيتي عند طبيب؟ مشيت عند الطبيب باش دك ليا البرق، راه قلت لك اش وقع الطبيب، هذاك الشيء اللي فيا ما كيتعاملوش مع البرق، فهمتي؟ ويا ديك اخوتي وكنت غنموت لهم في العمليه، ويا ديك وقالوا لي صافي ما يمكنش لينا نعاودو نديرو لك شي عمليه، غتبقاي بحال هكا. ويا هاديك فاش جات هاديك السيدة لي قلت ليكم شافني بدا تبكي وطاحت هاداك الشي لي فيها، بدا كينطق وقالت لي بأن راه عندك السحر، والسحر هو لي دار ليك هكا، وسميتو السحر هو لي دار ليا هكايا، وميمكنش ليك كاش عليك تبكي هادشي ديال الطب، لأن هو لي زاد كمل عليك ما كيتحملوش مع الطب. يعني المس ما كيتحامش مع هادشي ديال الطيب، هو هادشي اللي كاين. وبقيت من هذيك المده وانا كنعاني حتى كملت 15 عام، 15 عام وانت شادة الطيب. 15 عام كان 8 سنين الاخر، 15 عام كنت عا كنشد ما بين الحياة، ولكن ما كاش كن ما كاش زمايا كنخرج بوحدي ولا، يعني تحرمت 15 عام، 8 سنين الاخر كملت لي الباقية، 5 8 سنين الأخرى وأنا فوق هاد السرير، ما كنخرج ما كندرج ما كنشوف الشمس ما والو، إلا ملي كيكون عندي شي لاكريز كتقطع ليا النفس ولا القبض بحال هكا، ولا كيتصير عليا قلبي صافي، كيضطر باش كتجي الإسعاف كتديني صافي، درجة تاع عيني ما كنقدرش نحلها بكتر ما كنخرج، عيني ما كنقدرش نحلها في هذيك الساعه فاش نمشي للسويطره عند الطبيب صافي. هذه هي الحاله، ملي كنحل عينيا وانا على الحاله ديال الدار، ما كان دور لا هكا ولا هكا، يا لا كنعاني بزاف، والله يجعل مغفرة الذنوب، والله ياخذ الحق اللي كيكون السبب في اي واحد اللي كي يديروا ليه بحال هكا هادشي ديال السحر، الله يحفظكم الحق هادشي اللي نقول. مشاهدي قناة الحدث، كيف ما سمعتوا على لسان الأخت حبيبة، إلا شفتوا الأخت حبيبة راه طريحة الفراش، راه مكتحركش لمدة يعني قلت لك 8 سنين وهي طريحة الفراش هاكا ناعسة على ظهرها. أخت حبيبة بغات خوتها المغاربة يتعاونوا معاها، ما عندهاش لا ماديا ولا معنويا ولا اللي كيعرف يعني يقدر يعالجها باش تخرج تخدم على راسها. يعني الحمد لله كاينين خوتها المغاربه اللي اتصلوا حاولوا يعطيوها نصائح، كاين اللي بغى يعاونها. بغيتكم تبارطاجيو هذا اللايف، بارطاجيو هذا اللايف باش هاد السيده هذه تاخد يعني على الاقل يعني كون شفتوا يدها هانت يعني رقيقه بزاف. كيفاش تقول لك كملي عاودي كيفاش حالتي كلها تكلات، راه تمصيت راه عشمت باش نوري رجليا وهداك الشي ممنوع كنعشم.
الو الو تقعد المغاربة، اخوتك المغاربة. دابا باش حسيتي مني كيسولوا فيك؟ قال لك الحمد لله والله العظيم كنت مهمومة قسما بالله حتى مهمومة، ملي كنشوف خوتي وكيتصلوا علي كنحس بيهم بأنهم متبعيني كينصحوني. والسيدة هي في الأول كتأكد كتقول لك راه فعلا عندك السحر، يعني شو نقول لك؟ المهم مغاربة خوتي أنا عارفاهم حلال حلال، بس سيدي ربي الله ينورهم والله يجعل لهم مقعد الجنة يا رب والله. شنو اللي سالتك اليوم؟ وهادشي إحساس راه قلت لك أخويا راه فرحوني حيت كنشوفهم متبعيني عطاك وقت وعطوني الوقت وعلى سبيل وكيتصلوا. المثال الاخ المرحوم ريان، شفتي المغاربه كيفاش تعاملوا معاه؟ كيفاش تضامنوا داك الشيء زاد فرحني بزاف 5 ايام وحنا متبعين والله العظيم قطع عليا قلبي بزاف. انا مريضه وزدت كملت مرض قسما بالله كلينا في تاك، الخير. حيت الحمد لله كنشوف فما وتوهمت انا هاد المشكل ديال الوليد ريان، توهمت فيه ان غادي ننقضو وغادي يكون حيد، فهمتي؟ راه تصدمت انا في الاخر شحال بكيت، حيت شو نقول لك المشكل ديال ريان حنا عارفين الوليد طاح في واحد العمق طويل بزاف يعني غارق، يستحيل الانسان باش غيعيش اول حاجه، وخمس ايام الظلمه ما عارفينش هذاك الوليد كيفاش ناعس كيفاش واش كينعس واش موعد، يعني هاد العراقيل كلها ما بانتش بين عينينا. شنو هو الوهم اننا ملي كنسمع ديك الكلمه مازال حيا يرزق، قلت ربما تكون شي معجزه اللي غادي الدري غيتنقد وغنلقاو حي، ولكن تلقى ملي كنشوف الاسعاف واقفه وطالت هذيك الوقفه ديال الاسعاف باش يجيو يدخلوا الدري ويعتقوا ويديو، ملي شتهم طولوا هذيك الوقفه صافي دخلتني الشكوك وليت كنقول وليد ميت، ما بقاوش يقولوا علينا في هذيك اللحظه. صافي دازت واحد الدقيقه حتى كنسمعوا على راه وليد مات، صدمت فيها قسما بالله تصدمت. كيف جاك داك التلاحم ديال المغاربة؟ جاني رائع مغاربة حنان، سواء المغاربة سواء الدول أي كل شيء بقى فيهم هذاك الوليد زعما سبحان الله ملائكة والله العظيم، ودي كرسالة وكعبرة ياخدها أي واحد من هاد المشكل اللي وقع ريان، يعني ما شاء الله، لأن ديك 5 أيام اللي ما كانش كيصلي راه ولا كيصلي إنسان بحال تقول اللي كانوا طاغيين دخلوا سوق راسهم ما شاء الله في هذيك 5 أيام والله شي حويش شفناهم يا ما شاء الله والله. كان الحمد لله كنشكر خوتنا المغاربه، خوتنا يعني انت المغاربه غادي نتصلوا بك وغادي نعيطوا لك وغادي نبارطاجيو هذا اللايف هذا باش يا يوصل ليل للمحسنين يتعاونوا معاك، يا انت ليل محتاجه المساعده. 15 عام وانا ساكته، ورغم انني مضروره وعمرني ما كنت كنقول الكلمه انني محتاجه ولا ما عنديش، كانت كتجيني في الشكل، ودرتي قناه في اليوتيوب. ومع ذلك ملي بان لي واحد الباب باب مفتوح ولي غنقدر ندير واقع انا مريضه هي قناه، كنت عايشه عفيت الله نقدر نلقى اللي يعطيني باش كنشري، كنت هذيك 15 عام يا سبحان الله كيفاش كانت إنسانة كيفاش كانت عايشة، ما عنديش مدخول، والدين ميت الله يرحمهم، أنا بالك مع أختي عايشة في الله عايشة في الله، وهي هذيك منين بقيت كنتفرج كنلقى واحد الباب مفتوح هي قناة. خوتك المغاربة كيصوني، كتقطع معرفتش علاش كتقطع، هي هاديك بانت لي قناة وقلت الحمد لله القناة هي الباب الوحيد اللي غنقدر نخدم وانا مريضة، مادام باقا كنقدر ندوي باقا عندي الدماغ كنفكر ندير قناة، ولي ما عرفتاش غادي نتعلمها بزمني، حيت انسان ملي كيبغي يوصل واحد الهدف
خاصو يتعلم بأي طريقة. وفعلا بزاف ديال الحوايج كي ما كانش كنفهم وما كانش كنفهم كيفاش مونطي كيفاش، ولكن تعلمت حيت باغا نوصل. والحمد لله فاش درت لقيت اخوتي مغاربة تعاونوا معايا باش كملت هذوك الشروط وتفعلت القناة. ولكن مشكل وحيد اللي لقيته هي مشاهدة. يا ريت كون كانت مشاهدة كانت غنشد واحد الناصب كوشاشر ونهز راسي، ولكن مع الأسف الشديد مشاهدة. هانتوما خوتي كتعرفوا المشاهدة فاش كطلع، إلا كانوا الفضائح ولا كان المسخ المنكر يعني هادشي كيطلع فيه المشاهدة. ولكن بحالة الحالة كنت كندير مواضيع زوينين ديال داك الزمان كيفاش إنسان كان كيعيش، يعني مواضيع زوينين، ولكن المشاهدة ما كيناش. هذا هو المشكل. وكنتمنى خوتي يبداو يشوفوا القناة حبيبة مزيان. حرة تيفي يبارطاجيوها إلا درتو حبيبة راه حرة تيفي، شنو اسم القناة؟ حبيبة حرة تيفي إلا كنتمنى شتوها تشوف المغاربة فعلا. بارطاجيتوها خوتي راه عندكم الأجر بحال ساعدتوني بحال راكم عطيتوني الفلوس، لأن بيكم نتوما خوتي قالوا لي شد واحد البركة ونشري بيها الدواء. أنا ما كنفكرش في الطمع ديال الدنيا خوتي، فغانهز راسي تنموت. صافي هادشي اللي كنتمنى خوتي. ويسعدك خوتك المغاربة، شي كلمة أخيرة تقول لهم؟ وكنقول لكم اخوتي مغاربة شوفوا من حالي ووقفوا مع اختكم حبيبة، راني مضرورة بزاف والله ولي عالم بيا. راه ماشي ضروري خوتي تنطلع وبقى الغوات وبقى نبكي وبقى، راه حالتي كتبين درجة ان بكتر ما كتقطع عليا النفس راه ما كنقدرش نبكي، ما كنقدرش اخوتي نبكي، راه كنبكي من الداخل والله ولي عالم بضغطي وحاس بيا. وبغيتكم اخوتي تحسوا بيا ولا اله الا الله محمد رسول الله. باش لا نقول لكم اخوتي العزاز، لا إله إلا الله محمد رسول الله على لسان الأخت حبيبة. أخت حبيبة، أنا نحاول نبعد شوية باش نشوف، شوفوا يعني 24 ساعة على 24 كتكون على هذا الشكل هذا، ما كتخرج ما حتى شي حاجة، تليفونها وفين حاطة تليفوناتها بجوج، حداها الماء حداها، يعني أخت حبيبة محتاجة خوتها المغاربة يتعاونوا معاها. قالت لك أنا ولو هكاك اللي يقدر يعاوني غير يعاوني غير في القناة ديالي، ولا يقدر شي واحد اللي صيفط لي يعاوني يعني باش نشري الدواء، باش يعني الاخت حبيبه محتاجه وتستاهل، يعني كيف ما كتشوفوا الحاله ديالها وكيف ما هي كدوي والدموع في عينيها. اكيد اخت حبيبه كاينين خوتك المغاربه، وحتى الا ما قدرش يعاون يقدر يعاون غير بالبارطاج ديال الفيديو، بالبارطاج ديال القناه ديالها، باش الاخت حبيبه تلقى ما تصرف ومت. عافاكم خوتي المغاربه، تعاونوا مع الاخت حبيبه. غنختموا هذا البث ونتلاقاو في بث واحد اخر. الا بغات تقولي شي حاجه قبل من واحد طلب ديال اخت حبيبه. واحد الطلب اللي كنطلب منكم اخوتي، حيت قبل كنت درت واحد النداء واغلبيه اخوتي كانوا دخلوا عا كيتفلاو عليا، يعني علي فيا يكفيني انسان اللي معارف راسو ما غيتساعد واحد انسان ما يدخلش اخوتي وهمه وبدا يطمعو وبدا يتفلى عليه على ذنوب المريض. صعيبة 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 بزاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيفاش كانوا كيعيطوا لك يقولوا؟ اش نقول لك اخويا، راه زعما لا حول ولا قوة إلا بالله. كواحد عيط قال لك انا استاذ بغيت نصيفط لك، وواحد ثاني وكا قال لي بغيت نصيفط لك وقال لي السميه والكنيه، وفي الاخر ما كيصيفطوا ما والو، بغى يضحكوا ويتفلاو يعني المريض وما بقاوش كيعطيوه بالثقار وكيتفلاو عليه، راه حشومه يعني كيهزو الذنوب، وذنوب المريض راه صعيب 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 بزاف. ولا الله يهديهم، هادشي اللي نقول لهم والله الله يهدي هاد الناس. كيف ما كتقول اخت حبيبه يعني كيعيطوا ليها كيوهموها كيطمعوها. عافاكم، اللي يقدر يعاون هالاخت حبيبه، اللي ما قدرش غير يبارطاجي لا غير. ما محتاج اخت حبيبه، ما بغاش لي تفلى عليها، اخت حبيبه بغات لي يعاونها اللي شد بيديها.
مشاهدي قناة الحدث، عافاكم، ها الخير قدامكم، ها حبيبة قدامكم، عافاكم، تعاونوا معاها. وكنت نقول لك انا راه عندي قناة في اليوتيوب، بغيت نطلعها يعني باش ما تحتاج انها تقول لكم عطيو، تقول لخوتها المغاربة عطيوني. و متتبع قناة حدث 24 في رعاية الله، وإلى اللقاء.